أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتنا الإخبارية الحياة. ندعوكم للاشتراك وتفعيل الجرس ولايك للفيديو ليصلكم الجديد والحصري. في عملية استباقية تتمكن الإدارة العامة للمصالح المختصة بفريق مشترك يتألف من المصلحة الجهوية لمكافحة الإرهاب ببنزرت والوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب ببشوشة من إيقاف العنصر الإرهابي سينعة أصيل معتمدية سجنان ومتحصن بالفرار بها والمتورط في عملية اغتيال الشهيد الرائد فوزي الهويملي والصادرة في شأنه حكم بات بسبع سنوات. في الأونة الأخيرة أصبحنا نلاحظ نجاحات كبيرة وسلاسة في عمل وزارة الداخلية والمنظومة الأمنية بصفة عامة، خاصة لمقاومة الجريمة والإرهاب، وفي إطار تثمين مجهوداتهم وتشجيعهم، ندعو متابعينا لترك تعليقات تشجيعية للرفع من معنويات مؤسستنا الأمنية.